تقريبا زي ما احنا شايفينه. طبعا احنا بنشوفه اصغر من كده. لو احنا بصينا على الزعتر كده هنلاقي الستيمز بتاعته، السقام بتاعته كبيره، مع ان ايه الزعتر ده كبير خالص، تمام كده، سنه كبير، ان هو نبات دايم برينيال، تمام كده. فاللي احنا بنشوفه دايما اللي هو ايه، عودين ثلاثه زعتر كده اتزرعوا، فاهم، خد بالك انت، واتحشوا في نفس السنه، فما بيكبرش للشكل ده. طبعا ريحته مميزه خالص، رائعه، فاهمني، ريحه الزعتر من ضمن الحاجات اللي فيها ماده الثايمول، هي نفسها ماده ممتازه ولها استعمالات طبيه كتير جدا، من كونها مطهره لكونها، فاهمني، خد بالك، حاجات كتير جدا في معجين السنان، مش معجين السنان، مضمضه، كان للكحه، طبعا فين البرونشيكم والحاجات اللي يبقى فيها ايه، ادويه الكحه، ادويه المطهرات، التشطيفات، الماوس ووشز اللي هي مضمضه والحاجات اللي زي كده. فعشان كده احنا شايفينه، لو احنا شفناه مختلف شويه، هو مش مختلف، هو كبير بس في السن، يعني ده عنده كذا سنه، تمام.